يعني لا شك انه مع الاسف انه هذا مسلسل مستمر يعني منذ اشهر، يعني والكباش تحديدا الكباش مستمر حول يعني مساله التحقيق في جريمه المرفأ وحول عمل القاضي البيطار. يعني بتقديري انه الطبقه السياسيه هي مجتمعه، هي ضمنيا متفقة لسبب أو لآخر، نحاول استعراضه بسرعة لعدم يعني وضوح وجلاء الحقيقة في تحقيق هذا الانفجار الرهيب. بالأمس يعني هذا كما جاء في تقريركم، بالأمس يعني السبت الماضي قرر الثنائي حزب الله حركة أمل، تحديدا حزب الله هو الذي يقود زمام الأمور في البلاد في البلد وهو صاحب القرار، أن يعودوا عن مقاطعتهم لتعطيلهم للحكومة. وبالتالي عمليا هلا يبدو ان هناك يعني ينفو هناك ان يكون هناك صفقة على حساب التحقيق، ولكن عمليا يعني هذا الامر حاصل، لان اولا سبق يعني العودة الى مجلس الوزراء، سبق كباش حول يعني فتح دورة استثنائية لمجلس النواب ام لا؟ بالتالي كان الرئيس بري يريد فتح دورة استثنائية طبعا لضرورات تشريعية وأيضا أسباب أخرى أهم، يعني وهي مسألة يعني توقيف يعني صدور مذكرة توقيف بحق النائب والوزير السابق اللي هو ومساعد والذراع الأيمن لنبيه بري وهو علي حسن خليل. بالتالي بالمقابل رئيس الجمهورية كان لا يود فتح دورة استثنائية. هلا فتح الدورة الاستثنائية يعني ماذا؟ يعني أولا بما يتعلق بالتحقيق، يعني أن التحقيق أو القاضي أو حتى السلطات الأمنية لا يعد بإمكانها توقيف علي حسن خليل، كون يعني فتح الدورة الاستثنائية يعيد يعطي حصانة للنائب، حصانة عند النائب في لبنان له حصانة نيابية، بالتالي لا يمكن للقضاء متابعته ملاحقته. طيب بالتالي فتح الدولة الاستثنائية يحصن هذا من جهة. من جهة أخرى هناك أيضا يعني كان هناك أيضا من قبل يعني التيار العوني اللي كان يعارض يعني هذه بشكل يعني عام. نتحدث أستاذ سعد، بوصلة طريق ملف التحقيق يبدو أنها تعاكس تماما رياح بعض الأحزاب السياسية وما توارثها من تدخلات، وأيضا ما هي إلا تعمد لإضاعة الوقت لتجنب المسائل. هل تتفق أيضا مع هذه النقطة أم أن هناك دوافع أخرى تقف وراء ذلك؟ بالتأكيد يعني كنت عم حاول أقول هذا الكلام، يعني بالتأكيد هناك يعني تعمد مقصود، هذا من جهة. من جهة ثانية هناك أيضا كمان أيضا جاء في التقرير مسألة محكمة التمييز التي يعني خرج، التي هناك دعوة يعني على الدولة من قبل الوزير السابق يوسف فنيانوس، وبالتالي هذه الهيئة خرج منها قاضي إلى التقاعد، وبالتالي أصبحت يعني نصابها منقوص. وبالتالي المشكلة هنا يجب تعيين قاضي جديد لا يمكن تعيينه ماذا عن الشارع لبنان اليوم المستعر سيد سعد كيوان؟ عذرا على المقاطعة لضيق الوقت، ماذا عن الشارع اللبناني المستعر الذي لم يهدأ حتى اليوم ويهدد دوما بالتصعيد إثر تعثر هذا التحقيق؟ إذن اهتزاز بالثقة في الحكومة مجددا، كيف يمكن تخيل الصورة الجديدة للشارع اللبناني وتوقعاتك أيضا لرد فعل الحكومة اللبنانية، وأيضا أضيف يعني تداعيات ما يجري على تواجد وشكل الحكومة الحالية؟ هو بدون شك أنه التحقيق هو يعني العقدة الأساسية التي تواجه كل الطبقة السياسية، وهذا يعني أمر يسعى كل الطبق تسعى كل الطبقة السياسية لي يعني طمسه أو التخلص منه بطريقة أو بأخرى. بالتالي ما يعول عليه الآن لإلهاء الشارع الذي هو ليس يعني ساكتا جامدا، ولكن في هناك عدة اعتبارات، يعني أولها الاعتبار الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي. يعني أصبح يعني الدولار كان قبل 3 أو 4 أيام وصل 33,000 ليرة للدولار الواحد. بالمقابل هناك أيضا أمر آخر يتم إلهاء الناس فيه وهو أمر الانتخابات. هذا هو يعني مشروع الانتخابات الذي الآن بدأت يعني تحضير الانتخابات، وكل المناطق والأقضية والمحافظات يعني الشغل شاغل على تحضير الانتخابات واللوائح والمرشحين وغيره. وهذه هي الملهات التي يحاول بنفس الوقت يحاولون أيضا إلهاء كل المعارضة بهذه الانتخابات التي هي هي المعارضة والشارع والمجتمع المدني وكله يحاولون لعب ورقتين، ورقة يعني الشارع وورقة أيضا
ايضا محاججه هذه الطبقه السياسيه من خوض المعركه ضدهم في الانتخابات. شكرا لك، اشكرك ضيفي من بيروت استاذ سعد كيوان، صحفي ومحلل سياسي، شكرا لك على هذا التوضيح.